علينا. مرحبا يا سيوف النيم علينا. يا سندنا وتاج الراس ومتونة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. يا أبو فهد ربعك الزنادلة حضروا مشاركين ومباركين، ويقولون للزوجين بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير. معهم رمز عطا مبلغ وقدره 6000 ريال، واجب خاص من عند علي بن خيل الله، وتستاهلون العلم الغانم. كذلك معنا سفر بن غريب وسعيد بن محسن وسعاد بن محسن وراشد بن زعان وعواض بن جبار، يعتذرون على الحضور والظروف عندهم ويعذرون على القصور. حصل قصور، الله يحييكم. ترحيب السيد وافير وعطاكم وافي، يقطوا حياكم الله. الله يحييكم، يقطوا حياكم الله. يا مرحبا ابو فهد. مرحبا، حساب الحي، الله يحييكم. وافين، واجوبكم وافي ومجيكم وافي. مرحبا الملوك، مبروك مبروك. الله يحييكم، مرحبا، بارك الله فيك، وقلتوا حياكم. الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود، في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد، العام كله فرح وعياد. الصلاة والسلام على أفضل عباد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مصلح جوك خوالك ذوي غازي ذوي محمد، المبلغ وقدره 8500 ريال، ان كان واجد تستاهلونه، وان كان قليله كثر منها حضورنا وسلامتك. وافين ومجيكم وافي، واجبكم وافي وانتم غاليين. الله يحييكم، الله يحييكم. قد ما شارك خطاكم مرحبا الولوف والنطول، الله يحييكم. الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود، في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد، العام كله فرح وعياد. في موطن العز والهيبة عنوانها مكة والعدل والأمن يا طيبة، والبيت يستقبل الرواد، والبيت يستقبل الرواد. يا أبو فهد شاعر الجيلين، 50 عام وراها سنين، أعيادنا في السنة عيدين، واليوم عيدك يا بن عياد، واليوم عيدك يا بن عياد. أبو فهد من وجيه الخير، شاعر صفوف ونظم وزير، دايم حضوره حضور أمير، واليوم عيدك يا بن عياد.
تصلح قداوه في الاخلاق وفي الكرم ما نال اندفاك شاعر بن الحارث العملاق واليوم عيدك يا بن عيات واليوم عيدك يا بن عيات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا ونبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذه البركة من عرسان هذه الليلة نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك ومبارك عليهم واجمع بينهم بخير. عندنا واجب وفاء تستاهل العلم الغالب ما عند ربعك العموم موقفنا واحد وحميتنا واحدة واعتبرنا أحزاب واحد 5000 من عندهم. مرحبا يا شيخ العواجي انت وربعك ما جيبكم وافي ومجيكم غالي والله حييكم عدو سدر مرحبا 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 بلد العميري يلا حييكم الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد العام كله فرح وعياد في موطن العز والهيبة عنوانها مكة والعدل ولا من يا طيبة والبيت يستقبل الرواد والبيت يستقبل الرواد يا ابو فهد شاعر الجيلين 50 عام وراها سنين أعيادنا في السنة عيدين واليوم عيدك يا بن واليوم عيدك يا بن عياد أبو فهد من وجيه الخير شاعر صفوف ونظم وزير دايم حضوره حضور أمير واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح قداوه في وفي الكرم ما نال اندفاك شاعر بن الحارث العملاق واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح على المنهج المالوف شاعر وطن موقفه معروف نشهد بها والعيون تشوف واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح يا بن عمان الغالي نفداك بالحال والمالي والأول أفضل من التالي واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد عن الشلاوة وعن بن يوس والناصري تاج فوق الروس ربعك هل المدح والناموس وابشر بسعدك يا بن عياد وابشر بسعدك يا بن عياد وعن الخالد شباب وشباب ربعك الجثايف جوكم مشاركين ومباركين وجوك برمز عطا 5000 ريال الجثايف الحاضرين ومحمد بن مرزوق وراشد بن معيض والله يتمم افراحكم يوفقنا واياكم ان شاء الله لما فيه خير صلى الله وسلم على سيدنا محمد. مرحبا ومسهلا يا شيخ بن وصل انتم من معك الله يحييكم والشيخ محمد بن مرزوق يا بدر بن مصلح راح يبلغك السلام ويعتذر منك وواجبه مع ربعه والله يحييكم تم قلطوا بالدار قلطوا والله يحييكم.
الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد العام كله فرح وعياد في موطن العز والهيبة عنوانها مكة والعدل والأمن يا طيبة والبيت يستقبل الرواد والبيت يستقبل الرواد يا أبو فهد شاعر الجيلين 50 عام وراها سنين أعيادنا بالسنة عيدين واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد أبو فهد من وجيه الخير شاعر صفوف ونظم وزير دايم حضوره حضور أمير واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح قدوه في الأخلاق وفي الكرم منها لندفاك شاعر بن الحارث العملاق واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح على المنهج المالوف شاعر وطن موقفه معروف نشهد بها والعيون تشوف واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح يا بن Thank you.
الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد العام كله فرح وعياد مصلح قداوه في الاخلاق وفي الكرم ما نال اندفاك شاعر بن الحارث العملاق واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح على المنهج المالوف شاعر وطن ما وقفه معروف نشهد بها والعيون تشوف واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد مصلح يا بن عمان الغالي نفداك بالحال والمالي والأول أفضل من التالي واليوم عيدك يا بن عياد واليوم عيدك يا بن عياد عن الشلاوة وعن ومحبة من غازي بن خلف وعياله مبلغ 2000 ريال إن كان واجد تستاهلونه وإن كان قليل بيسمن الغلا والمحبة اللي بيننا وسلامتكم الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد العام كله فرح وعياد في موطن العز والهيبة عنوانها مكة والعدل والأمن يا طيبة والبيت يستقبل الرواد والبيت يستقبل الرواد يا أبو فهد شاعر الجيلين 50 عام وراها سنين أعيادنا في السنة عيدين واليوم عيدين
دايم حضوره حضور أمير. واليوم عيدك يا بن عياد، واليوم عيدك يا بن عياد. مصلح قداوه في الأخلاق وفي الكرم ما نال اندفاك. شاعر بن الحارث العملاق، واليوم عيدك يا بن عياد، واليوم عيدك يا بن عياد. مصلح على المنهج المالوف، شاعر وطن موقفه معروف. نشهد بها والعيون تشوف، واليوم عيدك يا بن عياد، واليوم عيدك يا بن عياد. مصلح يا بن عمان الغالي، نفداك بالحال والمالي. والأول أفضل من التالي، واليوم عيدك يا بن عياد، واليوم عيدك يا بن عياد. عن الشلاوة وعن بن يوس، والناصري تاج فوق الروس. ربعك هل المدح والناموس، وابشر بسعدك يا بن عياد، وابشر بسعدك يا بن عياد. وعن الخالد شباب وشيب، وخشرم هل المجد وهل الطيب. من الشفا الاخ شي مذيب، وابشر بعزك يا بن عياد، وابشر بعزك يا بن عياد. يا حارثي عنك ما بنغيب، شفنا طوابير والدوجيب. مثل العساكر في التدريب، وابشر بعزك يا بن عياد، وابشر بعزك يا بن عياد. بالحارث للثلاث البيض، فزوا بها في الرضا والغيظ. وصحونهم تمتلي وتفيض، وابشر بعزك يا بن عياد، وابشر بعزك يا بن عياد. وحنا اخوانك وطلابك، ما نعتزي دايما لابك. فاخر بنا وفت لشنابك، وابشر بعزك يا بن عياد، وابشر بعزك يا بن عياد. ولنا طلب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد. اللهم كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وياكم في أعلى الجنان، إنه سميع مجيب الدعاء. وأن يديم علينا الأمن والإيمان، وأن يحفظ أمننا وبلادنا ومقدساتنا من كل شر ومكروه، وأن يغيث العباد والبلاد، إنه جواد كريم. يا أخ بدر، ولا يهون قبائلك، جيناك بدعوة من عندك، ولا أنا بالعذر وصول، جيناك مسلم ومباركة ومشاركة في زواجك من ملتقيات بالحارث المعذور، اللي مشغول طال عمره في أعماله، واللي طال عمره عنده مختبرات يطلبون منكم العذر. ولا نقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكم وجمع بينكما بخير. جيناكم برمز عطاء والمعطي الله سبحانه وتعالى. إن كثير تستاهل وإن قليل تثمن المحبة والمعزة من إخوانك. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد. هذا ما فينا صلى الله وسلم. هنا يا
مرحبا ومسهلا، الله يحييكم ويحيي ما جيتوكم، يجيكم غالي وانتم غاليين، عنده صدر الله يحييكم. مرحبا وين؟ الشكر والحمد للمعبود المملكة في نعيم وزود في ظل حكامنا لسعود العام كله فرح وعياد العام كله فرح وعياد في موطن العز والهيبة عنوانها مكة والعدل والأمن يا طيبة والبيت يستقبل الرواد والبيت يستقبل الرواد يا أبو فهد شهد يلا حيو حياكم الله Thank you.
خصمهم بالنوم ما تهتني عينه الأستاذ عقيل الحليصي
سعادة المحامي عوض الحارثي واخوياه. مرحبا الله يحييكم، تفضلوا تفضلوا. والشحم والشحم والعودة والعودة ومها هيالات الكيف. والشحم والطيبة ومها هيالات الكيف. فلا ضيف طاب فعلى اهلي اقباله. بدر بن مصلح وريث الشهامية، بدر بن مصلح وريث الشهامية. رمز طيب ومن مشايخ وعرافي. من شلاوة فلقات احتمال هيه، من شلاوة فلقات احتمال هيه. مساكم الله بسم الله والحمد لله باعث الهمم وجليل النعم ذو الجود والكرم، ثم الصلاة والسلام التامان الأكملان على أزكى البشرية ونور البرية سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن ذي بدء نحييكم بتحية يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، تحية أهل الجنة يوم يلقونها سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلقينا دعوة من أخ وزميل عزيز على قلوبنا جميعا، ألا وهو الشاعر بدر بن مصلح بن عياد الشلوي. وحضرنا يا بدر مشاركين
ومباركين ومهنين، ومهما ناتي بالشعر أو بالنثر يا بدر ما ناتي بأفضل مما أتى به نبينا المصطفى. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم وفي خير. حضرنا ومعنا جودة 46,000، إن كانها كثيرة فوالله العظيم إنك تستاهل أكثر منها من فعولك الطيبة وفعولك الغانمة، وأنت رجالنا في الحقيقة ونعم، ومن قبيلة ونعم، وأشهد بالله العظيم إنك مشرف قبيلتك شهادة أسأل عنها يوم القيامة، إنك مشرف قبيلتك من طيبك، وإن كان فيها نقص لا أصف هذا يكملها علمنا وسلامتك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا عندما زاعت خطاكم من ممشاكم لملفاكم، أغلى ما عند الرجل بعد أخوه خويه، الأخو والخوي تراهم في ميزان واحد. الله يحييكم، الله يحييكم من جميع القبائل، الله يحييكم. تفضلوا حياكم الله صدر، الله يحييكم. مرحبا يا بدر، خويك نواف جايب لك مسدس محزمة وتستاهل. تفضل. مساكم الله بالخير مشاركين ومباركين، اخونا بدر بن مصلح خياه القوم، والغايب يعتذر والحاضر تشوفه، معنا رمز عطاء هدية ومعنا عانية كان واجهة تستاهلها، كان قريب يثمنها وجه رجال وسلامتك. مرحبا الله حييك، غاليين وجيكم وافي وانتم وافيين، ومن قبيلة الوافية وإعزاز علينا. مرحبا الله يحييك. عدوا صدر، عدوا عدوا نفتاكم، عدوا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خير بداية لكل بداية آيات عطرة من الذكر الحكيم والقارئ عواض بن مسفر الشلوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين أن لهم أجرا حسنا وأن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ضيوفنا الكرام، حفلنا الكريم، باسم الشاعر العلم مصلح بن عياد الشلوي وباسم قبيلة الشلاوة نرحب بكم أجمل ترحيب. مرحبا فردا فردا، مرحبا بكل من حضر، مرحبا بكل من تكبد عناء السفر، مرحبا بكل من وصل، عدد ما أشرق نور وارتحل. باسمكم جميعا نزف أسماء آيات التهاني والتبريكات لفارس هذا المساء، أخينا بدر بن مصلح الشلوي. وهذا الشبل من ذاك الأسد، نعم إنه أسد المرجلة وأسد الشعر مصلح بن عياد الشلوي، أحد أركان الشعر في جزيرة العرب. مصلح بن عياد الذي حمل لواء اسم قبيلة بن الحارث في ساحات الشعر لأكثر من 50 عام، ومثل هذه القبيلة خير تمثيل. تعجز الكلمات وتتلعثم العبارات عن وصف تاريخ أبو فهد. للشعر حضور في ليالي الإنس والسرور. الشيخ عبد الله بن درويش الحارثي أرسل كلمة وقصيدة واعتذر عن الحضور ويلقيها بالنيابة الأستاذ حسين بن عواض الحارثي، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور المشرف وهذا العدد الكبير، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال. وحقيقة هذا ليس مستغرب على أبو فهد، رمز وعلم وشاعر كبير لقبيلة بلحارث. حقيقة من دواعي سرورنا من هذا المنبر وفي هذا المساء الجميل أمام هذه الوجيهة الطيبة، نتقدم لكم باسم رجل الأعمال الشيخ عبد الله بن درويش بأجمل التهاني والتبريكات. وحقيقة كان يتمنى أن يكون معنا وبيننا في هذا الحفل، ولكن نظراً لظروفه خارج منطقة مكة المكرمة، فجينا برمز عطاء ورمز محبة ورمز تقدير، وأيضاً أرسل معي هدية قصيدة مشاركة منه لأبو فهد، وعسى أن تنال على إعجابكم. الله يبقيكم يغليكم. يقول: جتني رسالة من عزيز لا صاحب، دعوة زواج أطلب من الله يهنيه. سلام يا مصلح على العز والطيب، يا ليت رجلي لقلبي توديه، لكن عذري يا مجيب المناديب، ولك كسوة مني فالجيب نهديه. ربعي الشلاوة تقتضي فالمطالب، عز الخوي والضيف والجار تحميه، وسلامتكم واعذرون على الإطالة. سلام. حفلنا الكريم، ضيوفنا الكرام، المشاركة القادمة مع الشاعر فهد بن عابد العرابي الحارثي، فليتفضل مشكوراً.